السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إخواني وأخواتي هو الجزء الرابع من سلسلة أصول مفردات وكلمات الدارجة المغربية. وصراحة ما كنتش كنتصور في البداية بأن هذا الموضوع ممكن يتطلب أكثر من فيديو واحد اللي غادي نصوره ونشره وندوز مباشرة وبكل سهولة لشي موضوع آخر. وبمجرد ما رفعت الفيديو الأول حتى بدأوا المشاهدين وأصدقاء القناة كيعبروا على ردود أفعال، منها الملاحظات والطلبات وحتى تصحيح بعض المعلومات. وهذا الشيء اللي خلاني اليوم إن شاء الله في هذا الجزء بالذات نعرض أسماء المشاركين والمفردات اللي ساهموا بها. معنا في البداية صاحب هذا الحساب اللي هو سي وعرب وعرب، اللي كيقول بأن كلمة نقافة أصلها أمازيغي من كلمة تنقوفت ومعناها صندوق العروسة اللي كيكون فيه الملابس ديالها والحلي المستلزمات وحتى هدايا الضيوف والأحباب. وبالنسبة لكلمة مشة كيقول بأن الأصل ديالها أمازيغي وهو مش أو أمش أو أماشو بمعنى القط. وكذلك عنده إضافة بالنسبة لكلمة تيرة اللي كنطقوها في الدارجة المغربية. هذه الكلمة بالنسبة للسيوا عرب كلمة قديمة وموجودة في عدة لغات ماشي غير في العربية أو الدارجة. في الأمازيغية مثلا كلمة تيرس وفي العربية الثرى، أما في الفرنسية فكلمة تير هي التي تفي بالغرض. ودائما مع السيوا عرب ومع كلمة الزهر، هو في هذه الكلمة كيتفق مع الصديق ديالنا السي المهدي كعاب. السيوا عرب وعرب كيقول باللي البنية ديال هذه الكلمة بنية عربية، المعنى ديالها في الدارجة المغربية هو الحظ أو الطالع الحسن، وكيعتقد باللي عندها علاقة حتى بالتنجيم وبالذات بكوكب الزهرة. كيقول كذلك باللي كلمة غراف الأصل ديالها عربي مشتقة من فعل غرفة أي أخذ القليل من الكثير، ونقول أيضا مغرفة. وبلي كلمة غراف لا علاقة لها بالفرنسية لأن الفرنسية هي اللي خدت من العربية وصبحت كغف اون كغف دو. في الجزء السابق كنا قلنا بلي كلمة جبانية منسوبة إلى اليابان جابان، والصينية إلى الصين. هنا الصديق ديالنا كيقول لنا لا، جبانية نسبة إلى الجبن حيث كيدار فيها الجبن، وممكن يكون عنده الحق. أما كلمة سي فلان اللي ترجمناها سابقا بسي اللي هو ان برونون ديمونستراتيف في الفرنسية سي أبوستروف أو إس تي، تيقول الصديق ديالنا بلي ما عندهاش علاقة لأن المغاربة استعملوها قبل عهد الاستعمار باش كيميزوا ما بين قارئ القرآن والأمي. هنا السي وعراب كيتفق مع السي معضادي محمد معضادي صديق القناة، الذي يشير إلى وجود مخطوطات تاريخية مغربية قبل الاستعمار وتحميل كلمة السي أو السفلان. وهنا كيعطينا واحد دليل منطقي، قال لك لو كانت كلمة السي كتعني سي او اس تي كنت استعملت حتى للإشارة للمرأة. وكلمة أخيرة من طرف السي وعراب تبرقيق أصلها تبرقيقيش، قال لك هو اللمعان أو البريق اللي كيكون في العين ديال الإنسان اللي كيحضيك سيقابلك. ندوز الآن المساهمة ديال صديقنا صاحب حساب درهم حلال. أش كيقول؟ كلمة كومير هي فعل كومير بمعنى أكل بالإسبانية ماشي كو أومير اللي علنا عليها في الحلقات السابقة. أما كلمة فنيان اللي قلنا بأنها جاية من الفرنسية فينيون، هو عنده رأي مختلف، كيقول باللي هذه الكلمة مشتقة من الفناء وباللي الفرنسية هي اللي اقتبست من اللغة العربية وماشي العكس. أما كلمة قميص أو قميص مشات من اللغة العربية إلى الإسبانية كاميسا وإلى الفرنسية شوميز. وكلمة كاغط أو كاغط أصلها عربي الكاغد، مفردة ساروت أمازيغية صرفة ومعناها مفتاح، والفعل المشتق هو سري بمعنى افتح أو فتح. ومعنا الصديق عدنان أبو نعيمة اللي عنده رأي خاص في كلمة فيلوه اللي كنقولوها بالدارجة، قال لك هذه الأصل ديالها فرنسي فويلو بمعنى بقشوه قلبوه مزيان. ومن الجزائر الشقيقة، وتحية بهذه المناسبة لخوتنا الجزائريين اللي كيتعاطفوا مع القناة بواحد القوة لا نظير لها، شكرا جزيلا. وتحية لأحمد الصادوق من الجزائر صديق العزيز والخلوق. صاحب هذا الحساب أديل بو دالجيري
عنده رأي بخصوص كلمة صيكوك، كيقول: لدي معلومة متداولة في صحراء الجزائر، وهي صيكوك أو الكسكس باللبن، وأنه في فترة الاستعمار كان يعيش هناك مستوطن فرنسي، وعندما يتبقى له شيء من الكسكس واللبن ينادي على صديقه الجزائري فيقول له: دونسا أوكوك، ساوكوك، صيكوك. ومعنا المشارك محمد معضاضي، تحية لجميع المشاركين وعشاق القناة الداعمين الحقيقيين، وهو يتفق مع محمد العربي الهاشمي، كيقول باللي كلمة سي أصلها سيدي مع حذف حرفي الدال والياء، وليس كلمة سي الفرنسية اللي هي سي أبوستروف أو إس تي برونون ديمونستراتيف. وكيقول كذلك باللي كانت في مخطوطات تاريخية مغربية قبل الاستعمار، وهي لتوصيف السيادة. وأحد المشاركين كيقول باللي كلمة كوميرا أصلها خميرة. وما نكرهش تعطونا آراءكم في التعليقات، وشكرا مسبقا. أما كلمة مغانا لهذه مودة وأنا كنبحث عليها ما لقيتش عندها أي أثر في الشبكة العنكبوتية. المغانا أصلها كلمة المنجانة، وهي الساعة الميكانيكية التي صنعت أول مرة في التاريخ في مراكش، وبالضبط في جامع الكتبيين في عصر الموحدين، تحت حكم يوسف العشري وهو أبو يعقوب بن عبد المؤمن. وفي وصفها قالوا: ارتفاعها في الهواء 50 ذراعا، ينزل عند انقضاء كل ساعة صنجة وزنها 100 درهم، تتحرك بنزولها أجراس يسمع وقعها من بعد، وتسمى عندهم بالمنجانة. وصاحب الرواية هو ابن فضل الله العمري، وهو مصري من أصول دمشقية، توفي سنة 749 للهجرة الموافق لسنة 1349 ميلادية، وكانت المنجانة آنذاك قد توقفت عن الاشتغال. كان صاحبنا هذا يلتقي بالمغاربة الذين يزورون مصر في طريقهم إلى الحج، وكذلك المغاربة الذين تمصروا، وهم من وصفوا له هذه الآلة العجيبة. أما منجانة تلمسان بالجزائر فصنعت بالضبط سنة 1358 ميلادية، وبذلك تكون منجانة مراكش قد سبقتها بحوالي قرنين، وقد عرف المغاربة في ذلك الأوان ببراعتهم في مجال الميكانيكا. ومعنا واحد المشارك ياسين حاد اللي كيأكد بدوره هذه النظرية دي المغانة، كيقول بأن المفردة كلمة قديمة استعملت منذ عصر الموحدين. والمشارك أسكاش محسن يلح على ضرورة الرجوع دائما في هذا الموضوع إلى المعجم الأمازيغي، نظرا للفترة التي كان فيها المغرب أمازيغيا صرفا، وقد أعطى عدة أمثلة ليستدل بها بأن اللهجة المغربية استعارت الكثير من المفردات من الأمازيغية. دمتم بخير وإلى موضوع آخر بإذن الواحد الأحد.